احنا اليوم عدد المناطق الزراعيه اصبحت في ازدياد. زين، الطاقه الاستيعابيه للمحولات هي مثل في هذه البيوت. اليوم حتى اذا التيار الكهربائي ما ينقطع المحولات هي دا تعطل، لان ما تتحمل عدد البيوت، البيوت في ازدياد. زين، لا توجد صيانه. اليوم يعني دائره الكهرباء ودائره المجاري ايضا دائره الماء تقول احنا زراعي وتجاوز، زراعي وتجاوز ما الى خدمات. طيب هذا الزراعي والتجاوز هو في ازدياد، انتم ما حاسبتوا الحج الفلاني والعلاني اللي باع هاي الاراضي للزراعي. طيب. وباعها واخذ ملايين، واجى المواطن دا يعاني من هاي المشكله. قضية الزراعي والتجاوز صارت أمر واقع، يفترض أنه نحل مشكلتهم، يجب توفير خدمات حقيقة لهاي المواطنين، مناطق كبيرة ومكتظة بالسكان. اليوم لا المجاري، دائرة المجاري تقدم خدمات تقول لي أن هو زراعي أو تجاوز ما مسموح قانونا، ولا دائرة الماء ولا الكهرباء. إذا هذا اللي ساكن بالمناطق الزراعية هو مو مواطن، وين يروح؟ هو ليش اشترى الزراعي؟ غير محتاج سقفه أربع حيطان. قضية السكن مشكلة. عفوا، قضية السكن ومشكلة السكن اللي مشكلة كبيرة. لا احنا حليناها كحكومة أو دعمنا القطاع الخاص وبالتالي ساهم بدعم الحكومة. حلول دكتورة؟ نعم، هذه المشكلة مش أزمة حقيقة، أزمة كبيرة. لكن تقدر الدولة يعني لو شايفة المناطق يمش طيط، هي بمنطقة شرق القناة بالباوية بالسياحي، مساحات كبيرة هي باقية. قصدك استغلال لهذه المساحات مثلا من ممكن استغلالها سكنية. نعم، الدولة يعني تنشئ مساكن واطئة الكلفة. أني الدولة تعطي للاستثمار للمستثمرين، أو هي الدولة تقوم ببناء هذه المساكن والمدن وتبيعها للمواطنين بأجور رمزية بالأقساط، وبالتالي تحل مشكلة السكن. ليش المواطن يضطر يشتري هذا الزراعي وأيضا يشتريه هو بأسعار مو قليلة، يعني مو رخيصة، بملايين دا يشتروها المواطنين، وبالتالي يحتاج خدمات والدولة عاجزة عن توفير هذه الخدمات. طيب إذا اقتصاديا شلون ممكن تنهض هذه المناطق؟ اقتصاديا مثلا احنا عندنا، وهي مناطق صناعية المعامل تقريبا، لا مو فقط صناعية. اليوم احنا عندنا منطقة مثلا مثل الفضيلية، هي منطقة ثروة حيوانية ترفد العاصمة. نعم، بيها ثروة حيوانية، فاحنا ليش ما نوفر لهم مثلا بالمناطق يم المعامل الباوية السياحي؟ هاي عندنا مساحات شاسعة. او مثلا بالفضيلية نسوي لهم مزارع، يعني مزارع نموذجية، بالتالي نشغل شبابهم يدعمون ويرفدون السوق المحليه بالانتاج، الانتاج الالبان. ايضا بالاضافه الى ذلك منطقه المعامل، ليش هذه المعامل متوقفه وهم سكانها نفسهم يعانون من البطاله، يعانون من تردي الوضع الاقتصادي عندهم. ضيفي حضرتك، هاي المناطق بها كثافه سكانيه، بها عدد كبير من الارامل والمطلقات، العوائل المتعففه. ارجع افتح المعامل، اسوي مشاريع بسيطه لهذه العوائل حتى تشتغل من عندها.